فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا دخل الرجل مع الإمام في الصلاة الرباعية وفي الركعة الثالثة، هل تعتبر له الأولى ويقرأ فيها ما تيسر من القرآن أم ماذا يفعل؟ يقول إذا دخل المسموع مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة ثالثة في صلاة الرباعية، فهل يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى إذا تمكن من ذلك قبل أن يركع الإمام؟ وجوابنا نعم يقرأ، لأن هذا الذي دخل في الركعة الثالثة صارت الثالثة له هي الأولى، فيستفتح ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر إذا تمكن من ذلك قبل أن يركع الإمام.